يلا اقفل يا عم، اقفل بقى الكاميرا دي خلاص، يلا عشان ما عادش قادر والله. يلا يلا ليه ما كده؟ انا مستنيكم بدري على فكره نسجل معايا. الليل بيليل وانا مش هعرف، انا مش هعرف اسجل. اسمع مين، انا صوتي باظ، صوتي حرفيا. سجل معايا على فكره، انا اتحدى اي حد مننا سجلت معاه. سجل معايا على فكره، انا اتحدى اي حد مننا سجلت معاه. انت تتحدى اي حد؟ هو في كان ناس كويسه وناس وحشه، بس حرفيا بص كلنا تعبنا، وخليها مره ثانيه. نقفل بيا. اقفلي بيك انت، انت شايفه كده؟ ايوه انا شايفه كده. طب ما تخليك يوم ثاني عشان الدنيا بتليل. انا تعبت. معلش. براحتك ماشي، خليك مشغل عبود الكاميرا. يلا هتسمعينا ايه بقى؟ انت عايز تسمع قران ولا انشاد؟ انا نفسي اسمع كل حاجه والله معاك، بس انا مت حرفيا. سمعيني حاجه كده، عايز اصحى يعني. سمعيني حاجه كده صحيت، انا هفضل معاك لحد بكره. وهدوا الى الطيب من القول. يلا توكل على الله. وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط يلا بينا. هنروح ازاي؟ فعلا انا اجمد من كل اللي صورت. يلا يا رب يلا هنروح ازاي؟ مش هنروح، انا صوتي باظ والدنيا ليلت. طب الحقي بسرعه قبل الليل ما يليل. امسكي فؤادي غدا من شدتي الواجد في غمه. فؤادي غدا من شدتي الواجد في ضمه. فؤادي غدا من شدتي الواجد في ضمه. إلى نحو من فوق السماوات قد سما قد سما. ولولاه ما اشتقت الحطيمة وزمزم. ايه ده يا عم؟ انت ثواني بس، عايز اسال سؤال. احنا دلوقتي في القاهره، انت جاي تصوري معانا؟ انا؟ انت متاكده بجد والله؟ يعني ايه اللي انت بتعملي ده؟ شرف ليا ايه؟ احنا هنهزر. انت جاي تعملي فيها مقلب؟ انا جاي اقول لك بص رمضان اركب في البيت. اول جمهوريه ثلاث مرات على التوالي. انت اول جمهوريه ايه في الانشاد؟ بجد يا جدعان رهيبه بجد. انت اكيد سمعتوا الصوت، يعني هتحكموا بنفسكم حاجه فظيعه. اسمك ايه تاني؟ أمية عبادة. ده أمية عبادة معجزة البحيرة، أقسم بالله موهبة البحيرة ومرشدة البحيرة الأولى بجد. ده مش طبيعية. ما لازم تاخد الأولى على الجمهورية؟ أول جمهورية 3 مرات على الثانوية. أول يعني خدتيها السنة اللي فاتت مثلا؟ لا يعني كنت مقدمة في أول أولى ثانوي تانية تالتة. أولى ثانوي تانية ثانوي تالتة ثانوي، وأنت فيها خدتي يعني دخلتي كلية إيه بقى؟ دراسات إسلامية. ما شاء الله. المنظرة؟ اسكندريه وبعد كده ما شاء الله تبارك الرحمن. حاجه رهيبه يا جماعه، اقسم بالله صوت رهيب فظيع. انا واقف، انا مش موجود، انا حسيت ان انا مختفي اصلا. خدت الاستيج كله. لا مش مسمع. لا انت سمعني والله بقى. ما انا مسمع. قولي بس اللي بعدها بسرعه. والله انا عايز، انا خلاص، انا كفايه عليا كده. صوتها رهيب يا جدعان، رهيب. توكل على الله. ايه تاني بقى؟ خلينا في القران ونطلع بقى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله حقك،
والله حقك تاخدي ايه الاولى فاهم مين اللي هيخش يعمل اللي انت بتعمليه طالع بطبقة الصوت عالية ولا شغلها اي حاجة يعني انا مثلا لما اخش اقول على ان صلاتي لا يكون الا على خلاص انا هي مش هاممها ما هي معاها طبقة الصوت مساعدها رايحة الثقة في النجاح. طب دلوقتي هنقول ايه بقى عايز انشودة تاني انا النشوده اللي فاتت حاجه رهيبه عايز انشاد ولا ابتهال ابتهال انشاد اي حاجه ما اتقينا وخلاص ميلاد طه اكرم الاعياد وبشر كل الخير والاسعاد يا افضل الرسل أنت الشفيع لنا في يوم معادي فضيك عنا المشرق عيني بنوري منذ سنرى الكون بالميلاد بحراء كنت تخلو عابدا ربا كريما واسعا الإمداد وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد وإلى ما شاء الله حاجه رهيبه يا جدعان تخيلوا انا عايز جاست ايماجين ان انا كنت هقفل الحلقه وامشي تخيل مش هصور مع دي انت متخيل يا انسان انت متخيل الصوت والموهبه حاجه جباره